العالم مليء بالأسرار والألغاز الغامضة التي لم يتم حلها حتى يومنا هذا، وما زالت تحير العقول وتحير وتحمل الكثير من الأسرار الكثيرة التي لا حصر لها ولا زالت مجهولة. إن هناك أسرارا غامضة لا يمكن البوح بها، لأنها ببساطة قد تكلف حياة الناس وحياة الكثيرين. ونظرا لخطورتها وخطورة تلك الأسرار ولأهميتها، يعتقد الكثيرون أن من يعرف تلك الأسرار سوف يدخل إلى قبره دون أن يخبر أحدا بها، أي أنها سوف تظل بكل تأكيد غامضة وغير واضحة إلى أجل غير مسمى. من الأسرار الكبيرة وصفة كوكاكولا السرية، الشركة العالمية لكوكاكولا اضطرت إلى إلغاء عملها في الهند لأنها كانت ستضطر لتقديم صيغة مكوناتها للحكومة، فتوقفت عن ذلك. في الواقع هناك عدد قليل من الموظفين من يعرفون المكونات التي تستخدم لصنع كوكاكولا الغازية، ويسمح فقط لموظفين اثنين فقط في كل مرة بمعرفة هذه الصيغة السرية، ويتعين على هؤلاء الموظفين أن يحلفوا اليمين بأنهم سيحمون المعلومات ويبقونها سرية بكل الوسائل الممكنة واللازمة. وهذا يعتبر من الأسرار الكبرى لكيفية صنع مادة كوكاكولا كمشروب غازي. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.